تظل وتقف هنا المخاوف من احتمالية العزوف، هل ثمة ما يدعم ويعزز هذه المخاوف فعلا عشية الانتخابات؟ هو في الواقع انت تعرف انه في تونس لاول مره تعطى حق الانتخاب للقوات الحامله للسلاح، وكانت نسبه الانتخاب 12%، وهذا استغله البعض، وكذلك ربما حتى على مستوى نفسي كان عنده تأثير، لأنه يعتبر ربما إشارة إلى عزوف الناخب. هذا من ناحية، ولكن في الواقع المسألة معقدة أكثر، يعني وقعت معناها مقاطعة منظمة من طرف النقابات الأمنية إلى آخره، فلا أعتقد أنه هذاك يمكن أن يكون المقياس الذي نقيس به. هناك عزوف، وهو عزوف في الواقع ربما ليس عن الشأن المحلي، وإنما هو عن الشأن الوطني. فأنا أرى أن هناك عدم تناغم، أو ربما هي يمكن نسمي الانتخابات البلدية في هذه اللحظة هي ردة فعل المحلي عن المركزي. والمحلي يشتمل على، أنت تعرف يعني، هو المحلي يشتمل على مجموعة ثلاثة ربما أنواع من القيادات. القيادات التي ناضلت في عهد الدكتاتورية بن علي ووقع تهميشها من ناحية القرار السياسي أو لم تدخل أحزاب إلى آخره، هذه قيادة. هناك نخب أخرى من الأحزاب الحاكمة الماضية تريد أن تعيد موقعتها على مستوى المحلي باستعمال العلاقات المحلية، باستعمال شبكاتها إلى آخره. وهناك بروز قيادات جديدة أساسا شبابية ونسائية على مستوى كامل البلاد، وهذه القيادات أعتقد أنها ستحدث الفارق، خاصة أنه في الوقت الحالي هذه القيادات هي تمارس ما يسمى بالتشبيك الأفقي، يعني تعمل ليست لها ربما انتماءات حزبية أو موجودة في أحزاب مختلفة إلى آخره. هذه القيادات أعتقد أنها تجد فرصتها في الوقت الحالي، وهي كذلك من الناس التي حاولت أن تدعم العودة إلى العمل السياسي على المستوى الشارع ومستوى المحلي، والذي فقد بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة. لكن سيد محمد، بالعودة لقضية العزوف والمخاوف إزاء هذا الأمر، لماذا تقول بأن معيار القراءة والاستشراف بناء على نتائج المشاركة أو أرقام المشاركة بالنسبة للمؤسسة الأمنية لا تعطي بالضرورة نتائج حقيقية ملموسة لما سيجري في الأيام القادمة؟ لربما سببين رئيسيين. أولا، وقعت محاولة مقاطعة رسمية من طرف مجموعة من النقابات الأمنية لمسألة الانتخابات. ثانيا، كان هناك حذر شديد، وحتى في البداية لما وقع إعطاء النقاش إسناد الحق الانتخابي بالنسبة للقوات الحاملة للسلاح التي تمارس مواطنتها، كان هناك ردة فعل قوية، هناك لم يقع اتفاق ربما على مستوى وطني على هذه المسألة، فعدد حتى المسجلين كان عدد ضعيف، كان عدد أعتقد أنه 30,000 أو 40,000 من لا يساوي عدد كبير، فهذا لا أعتقد أنه مقياس. يعني القوات الحاملة للسلاح هي بعيدة في تونس، حسب تاريخ تونس بعيدة عن الشأن السياسي، خاصة من ناحية الجيش، ولا تعتبر ولا تشارك في الشأن السياسي، وربما حتى تعتبر أنه عدم مشاركتها هي ما يسمى بتكريس فكرة الأمن الجمهوري.